والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فيسمع آياته المتلوة أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله توقع في الحيرة وتنافي يعني واو انتم واو كان جناف البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم. لا كما يزعمه الجهمية. أما السمع وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى الاحتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يعني الأخيرة هي التي بالفعل في الرعاية الصحيح هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمستقيم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين له للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة ما يجب المطالب الأدانة
بالتفاعل من أداءنا الرباعي المدين مقال بيهن المدين يعني يدين ما يحتاج العباد يدين مقالب العالية ووضع المقاصد التي قصدها رب عز وجل الكتاب العظيم يدين الشرائع يدين الأحكام يدين الأسماء يدين الضمير كل مقالب المطلوبة ولهذا عدم الرب عن طريق هو كتاب بيهن هو كتاب المدين من عربي المدين والمقصود هذا هو انه يوضح وكما قال الله يبين فقط يبين في نفسه ان عليه يبين الخير للناس ما يحتاجون اليه والرباعي وكذلك السنه تاتي مبينه ومقرره لما دل عليه القران لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى الى راي فلان ولا الى ذوق فلان واجده في اصول ديننا ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قد قال تعالى اليوم لأنه ما عنده أصول ولهذا من خالف الأصول فمن الأصول لكن جاء بالحق لما جاء فهو في أمر مريض مضطرب ومن تمسك بالأصول استقام أمره واتحاد كله ومن خالف الأصول يعتمد الرأي أو القياس المجرد مع فك النفوس أو الذوق والولد وما أشبه ذلك من أفعال الصوفية أو ما أشبه ذلك مرض أمره واختلف ولا يرجع إلى قاعدة فلهذا تجدهم تجدهم الصوفيين المستنين في أي مريض متعارفين مختلفين لأن أصولهم مختلفة وهكذا كلمة الفروع لأن اختلاف الأصول يجي بذلك نسأل الله السلامة وليس هناك عصمة من هذا البلاء إلا بالرجوع إلى كتاب السنة، الرجوع إلى الآيات والمواضيعات والمحكمات، إلا بالأسماء والصفات والتوحيد والشرك، وهي بالأحكام. وهكذا السنة المطهرة، الرجوع إليها لأنها مفسرة ومبينة لمعاني كلام الله، وموجهة لما قد يحصل من ذلك، فرجع رجع إلى هذا الأقلين، واعتمد عليهما، وبذل وسعه التعرف على كل ما يستطيع من ذلك، بالطرق المعروفة التي وصلها للعلم. في كتبهم العظيمة هدي الأخطاء المستقيم مع فاعلية وما الذي يسع الإسلام أما لو أراد أن يعود إلى أصول أخرى وإلى مراجع أخرى ويحكم رأيه وعقله وكيفه وجده وعمه فإنه يهلك ولو طريق فلا يتوقع في الحياة بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله وكثير من هؤلاء الذين في خارج الكتاب والسنة تجدهم يحتجون دون الملاك أو الظلمات يحتجون إلى إمام حاكم من الصلاة وهذا شأن أهل البيت يعني أهل البيت يستطيعون ما في أبانيه ويستطيعون معجب هذا من غير المجهة يتعلم سيدة عن نفسه على فكرة في الأسائل أما عن الصفائر عن الإيمان والتقوى فإنه يرجع إلى المحكمات الواضحات وما خالفها في ما قد يظهر أو في ما قد يدعي بعض الناس رد إلى المحكم ولا يخالف المحكم لأجل رأي فلان أو رأي فلان بل يجب رد ما اتقى السلف إلى المحكمات لا واضحات وفي فيها لبس راتبها إيمان وإلى هذا أشار الشيخ أبو جعفر وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متعولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم من في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها مصدر معاينة عيانة 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 زيادة التي تعلم حصل في الثالث هذه قاعدة وهذه مصادر لا مصدر فعال مفاعل عيانة عيانة ومعاينة حصل في الثالث وقاتلة زيادة التي تعلم زيادة عالم في عيانا وعالم في معلومة. نعم. نعم.
فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتستفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الإنسانية ما يشاهده الناس يعلمون من آيات الله الدالة على قوة العظيم والحكمة سبحانه وتعالى، ما يشاهدون في أنفسهم. لماذا جعل هذا العين في وجهه؟ لماذا جعل هذا الأنف قدم؟ لماذا جعل هذا اللسان ينطق؟ لماذا جعل الأذن هنا وهنا تسمع؟ لماذا ما جعل هذا الطاعم تغطيها حتى تسمع الأصوات وهم تقع الصوت؟ وكان لها بطاء وفاء محكم وهم مفاتش الأصوات قبل أن يقع الغطاء من فجعلها مفتوحة تسمع الصوت وهم يقع الصوت، وجعل العين يسرع فتحها وتعميرها بسهولة حتى ترى وتبصم أمامها ويمينها وشمالها وخلفها. لماذا جعل الأسنان في الحكمة؟ لماذا جعل هذه الأسنان جعل بعضها كذا وبعضها كذا وبعضها يقطع وبعضها يطحن؟ لماذا جعل هذه الحكمة ظاهرة؟ لماذا جعل هذا اللسان يتكلم يعبر عما في الجو؟ لماذا جعل العقل في قلبه يعقل به الأشياء؟ لماذا جعل الأصابع؟ لماذا جعل الأصابع أظهار نخلها نخلها لحمه من أظهار تطعمه الظهر من حجر الظهر؟ كل يعرف هذه الأمور ويتأملها عرف أنها حاجة. لذلك إذا أصاب الجزئين لماذا جعلها كذا مفرجة؟ لماذا جعلها أظهار؟ جعلها هكذا بقية الأشياء في نفس الجسد وفي أنفسهم ولا تبصرون. فلذلك ما جعل فيها المثال لماذا جعل هذه الغرار؟ يقول الجبل غرار عظيم لا يدخل فيه مئات أو عشرات على خلافها تفكر تقيه الحر تقيه الشمس تقيه المطر تقيه البرد. لماذا جعل هذه الانهار وهذه العيون والجاريات في انحاء الارض؟ لماذا جعل هذه الاشجار العظيمه في انحاء الارض الصحراء؟ لماذا جعل في هذه الفواكه وجعل من هذه الفوائد الرمان كذا الرمل كذا التمر كذا الغلاف كذا وكذا مختلف الالوان والطعوم والفوائد؟ هل تصدر عن عبث عن خبزه؟ كلها خبزه عظيمه وعن علم وعن مصير وعن فطرة. ويا فطرة أنها في هذه الأمور يعجب العجب العظيم، يعرف أن هذا الشيء نبع عن حكيم عليم وكيل بأحوال العباد وكيل مصالحهم عالم بما يدعهم وما يضرهم، والحكمة البالغة والحجة الجامعة والفطرة الكاملة والعلم الكامل. هذا هو ما أعلم تعالى. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. وقالت: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. قد أشار إليه بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فجع ولا خوار، بل هو واثق مما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، اجتهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه انه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه
ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم التي يوالون عليها التي يوالون ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على سيده كلهم على سيده كلهم سيد الأجهد سيد لذلك الدماء على سيده وكفاء غيظهم منه ثم يعادلونه ولا يبذلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده ووليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يقبل من توكل عليه وأقر به ولا يثبت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آية الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه بيّنها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن. فإنه المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم قال أولم يشهد ربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجب عنه بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى المؤلف رحمه الله تعالى فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يوحد في الأسئلة. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشديد والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعل معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب
أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويغلو شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من البينات ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مستلم ومعلوم لا يليق بكذا، ثم ينصره على بكذا وكذا وكذا هو كذب عليه مستلم. عندكم غيره هو كاذب عليه مستلم. لا يليق بالرب عز وجل أن ينشر من هذا كاذب، لا يليق بأن ينشر ويقر وينشر على دينه كذا وكذا وفيه في الأمر كاذب عليه مستلم، لا يليق بحجة الله ذلك. ومن كان بهذه المثابة فهو جدير بأن يعاقب وتلك مستعدة له العقوبة، ويذهب ويجهر الله على كذبه ويعقله من الكبائر لا يعلم الخلاء من عبايه، كما جرى ذلك بينه وعلى الشاهد أبي عبيد ونبيه العنف وأكثر مما ظهر عليه من بلاء الجود والفساد والاضطراب والدهرج ما دل على بعضهم ومخالفهم. والمقصود من هذا أن أسماءه وأسماء صفاته العلى تدل على عظمته واستحقاق العبادة وأنه رب العالمين، فإن بأسمائه وصفاته العلى لمن فطره الله على الحق على أنه الحق سبحانه وتعالى، وأنه فطر العباد على الإيمان بهذا الذي فجر هذا الخوف وأبدع فيه من أبدع وجعل فيه مجال، فالقلوب مسطورة على الإيمان بهذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبر شؤونه وأحسنه وجعل فيه من المنافع والمصالح ما جعل، فالله فطر القلوب والعقول على هذه الآلة الإيمان بهذا وتعظيم من هذا كائن، فجاءت الرسل تذكرهم بهذا الشيء وتؤيد هذا الشيء وتبين أن هذا الذي خلق العالم وجعل فيه مجال وجعل في نفس الإنسان مجعل أيضا هو المستحق أن يعبد ويعظم وهو رب العالمين وخالق العالمين، ولا يليق بعاقل أن يثبت معه الخلاف أو يثبت معه في خطره وتدبيره أو في عبادته أو في أسمائه وفي أبيه الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعلمته أبو العاجزة عن التخطيط، فجاءت الرسل تبين أن هذا الذي خلق العالم هو الله، يسمى الله، يسمى الرحمن، يسمى الرحيم، يسمى الخلاق، يسمى الخالق، يسمى الرازق، يسمى الغفور، يسمى المصور، يسمى الباري، يسمى السميع، يسمى البصير، يسمى رب العالمين، يسمى مالك يوم الدين. جاءت الرسل بهذه الأشياء التي تقر بها العقول وتفهم السليمة وتشهد بها لما وقع فيها ولما
فطرت عليه من تعظيم لكونها والكون وخالقه ومدبره، وهي فطرت عليه من تعظيم خالقها وبارئها ان جعل فيها ما جعل من عقل وسمع وبصر، وجعل ما فيها مخارج ومداخل لحاجاتها، وجعل فيها ما جعل من العقل الامور والتمييز بين الضار والنافع وبين الخير والشر وبين ما يناسبها وما لا يناسبها الى غير ذلك سبحانه وتعالى. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء من اللغات الكريمه، ولغات العرب جاء بهذه اللغات الكريمه، واللغات الاخرى جاءت بذلك بما تعقله بما يعقله اصحابها العبريه الاسلاميه اللغات الاخرى القديمه في عهد ابراهيم وعهد يهود وعهد صالح الى غير ذلك، جاءت الرسالات بلغات تناسب على ذلك الزمان ويعقلونها ويفهمونها ويستفيدون منها لا تقل به الحج عليه. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من ابعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى طريق الخواص من عباده والأولياء بخلاف الجحدية من عباده الأجداد الذين نبت قلوبهم وعقولهم وعرفت قلوبهم وعقولهم من إذا اتفاق الأبناء فصارت عقولهم وعقولهم منحرفة جائبة، سواء ان الكمال في نفي هذه الصفات وعدم اقرارها، هل العقول زاغت القلوب فسدت وزاغت فلا اضافه بها ولا يترك اليها، وكذلك العقول وقلوب من راى التكذيب باسم الله في خلقه وقال في اجزاء الله وصفاته ما يقوله في صفات المخلوقين كاجزاء الدواعي واجزاءه من مانه الى التكذيب ويعلم الله في خلقه، فهؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ولم يسلم من هذا البلاء وهذا الفساد وهذا التعذيب والتكفير الا الحنفاء الا اتباع الرسل الا اهل السنه والجماعه الذين قبلوا عن الله واخبر به وحملوه على احسن المحارم، ولم يذهبوا مذهب المشبهه ولا مذهب المعطله، واثبتوا لله صفات جماله واسماءه الحسنى اثباتا بريئا من التعطيل وبريئا من التكفير والترهيب. اما اولئك المشبهون فغلوا في الإجداد، وأما أولئك المعطلون فغلوا في التنزيل وهلكوا، ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تنزيل ونزهوا بلا تعطيل فتازوا بالسلامة وتازوا بالتوفيق. يستدلون على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. يستدلون بالله على أفعاله وعلى أسمائه وعلى عامل حجم بنيت على صفاته وعلى أفعاله الجميلة وعلى زيادة ليس الذي أفعاله وصفاته على أسمائه. لأن خلق هذا العالم هو الله كبير يجب يكون سميعاً بصيراً حكيماً عليماً قادراً كاملاً، ومن كان لها إخوات وهو جدير أيضاً بأن يخلق العبادة منه. يدلون على أفعاله وصفاته ويستدلون بالله على أفعاله وصفاته. نعم. والشاهد والمشهود. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله ألا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي ولا تبقى من القرآن العظيم في الحجة البالغة والآية العظمى
ومعجزة الكبرى على أنه من عند الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كتاب عظيم تمل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة وتوجيه الخير وإرشاد إلى أسباب النجاة وبيان ما ينبغي للعبد أن يسير عليه، فمن تدبره وتعقله عرف أنه عندنا الحق وأنه كلام الرب عز وجل وأنه لا يأتي الباطل بين يديه ولا بخلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنه للذين آمنوا هدى وشفاء وهي آيات بينات تبين لهم أهل العلم أولى المسلمين أن أنزلنا الآية عليه الكيف عليهم إن هي إلا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه لكم مبارك ليدبروا آياته وإن تيسر به الألباب إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم من تعقله وتدبره عرف حقا أنه كتاب الله وأنه من قوم عند الله وأنه كلام الله وأنه بعيد عن كل ما رماه به أعداء الله وتوصلاه عليه أعداء الله، ولكن الهوى والحسد والبغي والعناد يحمل أهله كلها تحمل أهلها على ما لا ينبغي وعلى ما يعلم كل عاقل بطلانه. فاجعل على الله لا يحيي فلن يقيم فانهم لا يكذبون الصلاه المظالم بايات الله يلحقون. فالاهواء المنحرفه والمشركه الظالمه والمقاصد الخبيثه كلها تحمل على كل شر وعلى ما هو معلوم بالبداهه بطلان. نسال الله التوفيق. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة خاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم. نهايته الإلحاد والتعظيم، يعني إن جعل توحيد الرسل توحيد العامة فقد ألحد في آيات الله وأرجائه وأحجابه، فإن هذا التوحيد هو من جعله الرسل ولم يرد به الرسل ومن جعله التوحيد العامة، لأن هناك توحيدا آخر خاصة لم يعرف جميعا ولم يعرف ما جعله الرسل. والتوحيد العامة هو توحيد الرسل وإراد الله بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأنه الحق وأنه المعبود الحق وأنه يدبر الأمور الله الله الذي لا تنبغي العبادة لغيره وما سواه مخلوق مرضي. أما توحيد القدم وتوحيد يثبت بالحقائق أو يثبت بالحقائق الباطنية التي معناها تعظيم الصفات وإثبات الفناء المطلق ولا يشهد إلا الله وحده وأن ما سواه ليس بشيء، فيهدي بأهله إلى الإلحاد الكامل وإلى وحدة الوجود وإلى إنكار ما لأكبر ما بأثره في الأحداث من الفرق من العابد والمعبود من الإله والآله المعبود العابد وبين الحق والمخلوق الذي هو عابد مرجوج مدبر مفرط. فكذلك فيه أيضا صد عن سبيل الله وتسليم للرسل وإنكار لما جاءوه وإن جاءوا بأحكام وأوامر ونواهي وبيان الله في إسقاط العبادة وبيان العباد وتسليمهم وعلم ربهم وأن يقوموا بحقه وأن يخضعوا له، هذا التوحيد الذي عندهم والذي هو الفناء وهو الخالق ونسيان المخلوقين والشغل عنهم وعلى الإسلام إليهم وعلى الإشهاد إلا على ذات مجردة، كل هذا من أفضل ذات المسلمين العالمين. قوله تعالى ينتبه إلى مستقبل التوحيد والإسلام.
وأما من خلال ستره أنه أجل عصر وعند أجل عصر الله فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. ولتنبط العلماء حول الخلق والمسلم العزم تنبطوا من آيتين في كتاب الله من قوله عز وجل اختار الأقوال ومن الرحمن وخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام فكل من الرسل الانبياء ويخدمه الى المشيئه عند الله العظيمه وعلى خصائصه وعليه الصلاه والسلام. فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه ولهذا امر سبحانه نبيه ان يقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه يقتده فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فملة إبراهيم أخرجه عبد الله بن أسلم في زوائد المسلم عن عبد الرحمن بن عبد عن أبي بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا على فطرة الإسلام الحديث وفي آخره وإذا أمسينا مثل ذلك وسنده ضعيف لكن أخرجه أحمد والدارمي والمسلم في يوم الليلة من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن عزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال فذكره وسنده صحيح. لكن أخرجه أحمد والدارمي والمسلم في يوم الليلة من طريقين عن عبد الرحمن بن عزة. فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة فهذا توحيد خاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البتة بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة بالضلال والريبة فإن التوحيد
يحصل له بها الحيرة بالضلال. يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا لا يصلح إلا من أتى الله به. الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد يقول بعض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام يفضي إلى الاتحاد. يعني الاتحاد الخالق والمخلوق وهو الاتحاد وهو الاتحاد انظر إلى ما ومعنى الفناء من رحنا عن غير الخالق بالخالق، ومن رحنا عن توحيده ورحنا بتوحيده عن اسم غيره وعن شهادة غيره، فلا يشهد إلا الله وحده فقط، وهذا ولهذا يفضي إلى وحده الوجود وعن الفرق. والله بعث الرسل بالفرق بين الله والمخلوقين، بين المتقين عباده وبين المعصية والشرك، بين الطاعات والمعاصي، بين الخير والشر. هؤلاء الذين يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحده. الرسل جاء في الفرق بالامرين الخالق والمخلوق، الهدى والضلال، الخير والشر، المدعو والنار، التوحيد والشرك، وعدم المعصيه. فمن جاهد ومن فلي عن الفرق بالجمع يسمونه الجمع الى جمع الهمه وجمع القلب على الله وحده من دون ان يشاهد غيره، من ذي الدواء الى غيره من ذي ابن الرسل فقد هلك واهلك. الى ما انشد شيخ الاسلام ابو اسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه، توحيد من عن نعته ينطق. توحيد من ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده، ونعت من ونعته الواحد. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام
يفضي إلى الاتحاد. الاتحاد يعني الاتحاد خالص المخلوق وهو الاتحاد وهو أحد الوجود. انظر إلى ما ومعنى الثناء من يثنى عن الخالق بالخالق، يعني يثنى عن توحيده ويثنى بتوحيده عن اسم غيره وعلى شهادة غيره، فلا يشهد إلا الله وحده فقط. وهذا ولهذا يثني وحده الوجود وعلى الفرق، الله بعد الرقي بالفرق بين الله والمخلوقين وبين المتقين عباده وبين المعصيه والشرك بين الطاعات والمعاصي بين الخير والشر. هؤلاء الذين يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحدا. الرقي جاء في فرق بين الامرين، الخالق والمخلوق، الهدى والضلال، الخير والشر، المدعو الى الله والتوحيد والشرك وعاده المعصيه. فمن جاهد فمن فني عن الفرق بالجمع يسمونه الجمع وجمع الهمه وجمع القلب على الله وحده من دون ان يشاهد غيره من دون ان يدعو الى غيره من جاء به الرسل فقد هلك واهله. نعم والله العظيم. الى ما انشد شيخ الاسلام ابو اسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه. توحيد من عن نعته ينطق. توحيد من ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته ينطق اقرب الى خلاص يعرف توحيد من عن نعته ينطق. نعم. عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. قال من أبياته الفاسدة حديث أخوان الوحيد أصيغ مستر أخوان أتكلم على الله أطال على المدارس الرسول تعذر على الإسماعيل بعض الأعذار هي أبياته لا وزلها. نعم. وإذا كان وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه لو ثلث الألفاظ الشرعية ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة العقول خاضرة. فهذا كلام الله من الجميع.
فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يخرج من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول يعني خطرة والعقول خطرة والعقول الثانية المسألة حاضر حضور عقول الصحابة وأنهم حفظوا هم خير الأمة وأصلها وعلمها ثم كلام الله ورسوله لشأن البيان وعلى الإخضاء والباطل وهذه الكلمات أقرب إلى الألغاز وأشبه بالألغاز تفضي إلى كل باطل ويجرها مثل إلى ما يريد وليس هذا من شأن أهل البيان وليس من شأن أهل الحق إن أهل الحق يوضحون ويبينون ولا يغيرون نعم فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الرسول وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم إنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والزيارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله وحديث رقم 4204 وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروي عنه سوى اثنين وقد خرجته في الضعيفة برقم هل يدل على أن يموت الدين المنكر لأنه يسير يسير إلى طريق البدع والإخراج وغلو زيادة إذا غلط البدر إلى زاده تبع غليانها بكلام الله والغالي الزائد يزيد ما لم يسعه الله سبحانه وتعالى يريد الإطلاق
لكن إطلاقه في الأقوال والغلو عنه لا يقول لي ثلاثة في مثلا الجميع إنما يعلق في عز الله في الأرجين حب الأنبياء حب الصالحين دين حب الأنبياء حب الصالحين هو الدين فإنه في غلو في الدين فالغلو أن يوصف بها لا يليق به أي على إلا لا يليق به يوصف بأنه خوف الأمة بمعنى أنه يشتغل به أو أنه يحب الأقطاب أو أنه الأقطاب لم يشتغل فيه جله جعلهم كما تعبدوا صوفية وأبتهم ليغني فيه ولا يرجع على قبورهم ويشتغل على اعتزاز ومساجد هذا من الغل ومن وسائل الشرك ومن أن يكون فيه لو يدعو مع الله وأن يشتغل بهم وأن يدعو لهم وأن يدعو لهم وأن يدعو لهم وأن يدعو كل هذا من الغل إذا ذمه الله ومن هذا الباب الحديث عن المسعود بن مسلم خلقه وسنة 90 خلقه وسنة 90 خلقه وسنة 90 خلقه ثلاثة فيجب على أهل الإسلام الحذر من الغل ومن الغل الاقتداء بالموالد لا يكون غيره ومن الزهد الذي شاء الله يدعو إلى الحب في أشياء هذه إن شاء الله يقول لهم بدعوا من غلو نعم قوله ولا شيء مثله أحمد قوله ولا شيء مثله اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد يدل على معنى التشبيه هل يستحق للشيخين تجد مقاله وأبشر وعليه أنه ليس بجد أحد إلا غلبه اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء رد على المماثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفات المعطلة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم خبير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة وهذا هو التعبير هذا هو التعبير الذي لما اختلف عبوه صار الناس الآن طرفين وسطا طرفين على الباطل ووسط على الحق وهذه قاعدة أن السنة والجماعة بين باطلين وبين طرفين والحق هو الوسط الباطل الأول باطل أهل التشبيه يشبهون الله بخلق الإنسان ووالده وأشباهه وشرع الله المشبهة
الطرف الثاني طرف التعقيد وطرف السجاد ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا يعمهم يفرون من التسجيل فيقعون في التعقيد. الله السنة والجماعة فقد أثبتوا صفات الله وأسماءه وذلك في القرآن الكريم والسنة الصحيحة إثباتا بريئا من التمثيل يكونها لله من دون أن يشبه الله بخلقه ويجدها لله عن وجه لا يكدس كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. وينزه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعقيد فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء ولكنهم توسطوا بالحق كما قال جل وعلا كذلك جعلناكم أمة وسطا. فنبه ابو العباس البني رحمه الله بالتابع العظيم والصحيح على هذا وهم نفقوا لذلك في عبد الله بين اهل التعقيد بين جهميه اهل التعقيد وبين اهل التنزيه المفسر هذا فعلهم من كل ما ينبغ بالحق يكونون وسطا لا مع الغالين ولا مع الجاهلين والناس في امور الدين بين بنو وبين جفاء قالوا الحق وهم الصحابه حق النبي صلى الله عليه وسلم وأبداؤهم بإحسان هم الوسط وليسوا مع الغالين المفرطين وليسوا مع الجفاة المفرطين ولكنهم على الحق والهدى والتوسط الذي شرعه الله للأمة وجعل ومدح هم سبحانه وتعالى. نعم غير التخفيف لا هي مقصر المفرط وهم يوافقون على السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه وليس المسمى كالمسمي فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال يخرج الحي من الميت وبشره بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك. أفمن كان مؤمنا فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرف لي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر المراد الأمور التي عنده بها زين من غير أو في سبيله إليها في وسائلها أو أشبه ذلك. أما الأمور التي ليس فيها ريب أكد مطلوبة مأمور بها فليس محل استفارة ولكن الأمور كلها التي فيها شيء من ربه
أو في طريق إليها أو في أواخرها أو ما أشبه ذلك. أما الشيء واضح الذي ليس فيه شيء فهو معروف أنه محض، فهو محض الصلاة والصوم والرمضان والحج والجهاد يعرف أنه مشروع وما أشبه ذلك بوالديه وصاحبه صلاة الراتبة على يوسف ما يستفيد ما يستفيد الصلاة. لكن الاستخارة يعني مشقة الطريق في الحج والله في خوف يعني من عرفت الاستغفار الله العجل العام وما العجل العام واسع يعني ما في قلب الله شيء أما بدل الله وقع في قلبه ما يروح يستغفر هو بالعجل العجل لا يستغفر بعد جيد يهم به ولكن عنده ترد نعم صحيح وحسبك أن البخاري أخرجه في صحيحه وقول أحمد في أحد رواته هو حديثا منكرا يعني هذا لا يضره بعد قول أحمد فيه لا بأس به وإنما يضر ذلك فيما إذا خالف من هو أوثق منه وليس شيء من ذلك هنا. ثم وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان وقد خرجته في الضعيفة. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك الفصل في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. هذا الحديث العظيم الجميل، الدعوات العظيمة ينبغي حفظها والدعاء بها، هنا دعوات عظيمة ينبغي المؤمن حفظها. نعم، حديث جيد إن شاء الله من النسائي رحمه الله. نعم. حديث صحيح وأخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته ليس له مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. ولله الصلاة على رب العالمين وفي حال رد على جميع المعطلة، فإنهم لا بد لهم من شبه سنة، فيقال لهم فيما أثبتوا لذين فروا من سواء بسواء، فإذا أثبتوا شيئا ولو صفة واحدة ولو صفة وجود قال هل وجوده كوجود غيره، فيقول لا، فهكذا بقي الشيء سواء بسواء. لازمهم أن يلزمهم فيما أثبتوه وفيما فروا منه سواء بسواء، هل لما أثبتوه أو كما أثبتوه، الجهمية والمعتزلة والشاعرات وغيرهم كلهم مخلوقون وكلهم متناقضون، ولا يسلم من ذلك الا نسلمه الجماعه. فان قال: انا لا اثبت شيئا من الصفات، قيل له: فانت تثبت له الاسماء الحسنى مثل عليم حي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من هذا الحق هو مفهوم
ومتناقض بكى اليوم الحق لما جاءه وفوق في امر البريد وشهد الله عن العباس البريد يزيد على كلامه انه يلتزم ان كل صاحب باطل يحتج بحجه صحيحه على باطله ان هي تلك الحجه لا يدل على بطلان من هذا العلم نفس حجه الى الحجه صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه واجب بنفسه قديم أجلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديم الأزلية ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا يلزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. ولو تماثلا يلزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. هذا كله على سبيل التنزل مع أهل الكلام والخوض معهم، وإلا فعلى ما قال أهل السنة والجماعة لا خوض معهم ولا كلام معهم، يجب إنكار ما يقولون والإعراض عنهم، وأن خوضهم في هذه المسائل من أسباب شقهم وريبهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى. ونصوص الكتاب والسنة ونصوص الأئمة كلها واضحة فيما دلت عليه النصوص من وجود الله جل وعلا واتصافه بصفات العلى وتسميه بالأسماء الحسنى والعقول الصحيحة الصريحة والرضا السليمة، كلها مؤمنة بأن هذا العالم له موجد خالق رازق مستقل قائم بنفسه وليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء سبحانه وتعالى. هذه الأمور المعلومة المقطوع بها التي دلت عليها الرسالات ودلت على كتب السنوية كافية شافية لمن له أدنى عقل وبصيرة، ولا حاجة للخوض مع هؤلاء فيما يخوض فيه. نعم اللهم استعان. فلو تماثلا لا يلزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه،
خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الجزئين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتفٍ بطريق العقل كما هو منتفٍ بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما إن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان المختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع جيه الموجود، جيه الموجود مشترك، جيه الوجود مشترك، هذا سمع وهذا سمع، وهذا بصر وهذا بصر، وهذا حياة وهذه حياة، ولكن الموجود في الأعيان والبارز في الأعيان مختص، فالذي لله لله والذي المخلوق المخلوق، ليس مشتركا. وجود الله وحياته وعلمه وسمعه وبصره ونحو ذلك كلها صفات مستقلة لائقة به سبحانه وتعالى، مختصة به عز وجل، ليس للمخلوق بها شركة. وكذلك صفات المخلوق من حياته وعلمه وقدرته ونحو ذلك صفات مختصة به، ناقصة ضعيفة لائقة بالمخلوق، الله الذي خلقها وأوجدها له سبحانه وتعالى. فليس صفات الخالق وإنما صفات المخلوق. أما صفات الخالق الموجودة التي هو متصف بها صفات مستقلة ليس للمخلوق فيها شركة، وصفات كاملة لها الكمال من كل الوجوه، وصفات المخلوق لها النقص ويطلع عليها الزوال والذهاب والاضمحلال، كما قد يعمل الإنسان ويصيبه العمر ويصيبه الصمد ويصيبه الأمراض وتختل قوته وقدرته وتذهب حياته بالموت. فصفات المخلوقين يعتريها ما يعتريها من هذه الآفات، خلاف صفات الخالق فإنها كاملة سالمة لا تنقص بوجه من الوجوه، ولها البقاء التام والاستمرار. نعم. وهذا موضع اضطراب فيه كثير، وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظراء. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظراء، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن ثبت عليهم الوجود الذهني الوجود الخارجي، الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء ثاني. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب، ولا لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد نطق الكلام عليها في موضعها. هذا الاشتراك اللفظي معروف، الكلمات المشتركة في اللفظ والمعاني غير، ولكن ما بين صفات المخلوقين وصفات الخالق هي اشتراك اللفظي، وهي اشتراك معنوي أيضا، لكن ذات الاشتراك المعنوي لا يلزم منه التماثل، فإن جنس السمع مشترك بالمعنى، سمع للأصوات، بصر للمرئيات، حياة والدنوت مشتركة، لكن المعنى الذي لله ليس المعنى الذي مخلوق، بل هو أكمل. المعنى الذي مخلوق معنى ضعيف خاصص، والمعنى الذي لله أكمل وأعظم، فليس بينهما تماثل، بخلاف له المشتري الكوكب المشتري الذي هو مقابل البائع، هذا ليس بينهما اشتراك، هذا اسم جامد مشتري، هذا اسم له معنى وكون خذ السلعة قبل السلعة بالثمن، فليس بينهما اشتراك في المعنى، وإنه مجرد اشتراك في اللفظ فقط، يقال هذا مشتري وهذا مشتري، وليس بينهما معنى مشترك، لكن ما بين أسماء الرب وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاتهم بين أصل معنى، أصل معنى موجود، جنس الحياة، جنس الوجود، جنس السمع، جنس البصر، جنس الغضب إلى غير ذلك، لكن المعنى الذي للمخلوق
ليس هو المعنى الذي لله، والمعنى الذي لله فله الكمال والتمام، والمعنى المخلوق ضعيف النافع. ولولا هذا المعنى المشترك لما فهم الصفات، لما علمت الصفات ولما فهمت الصفات. فكما ان هذا له وجود وهذا له وجود، فكذلك له هذا له حياه وهذا له حياه، وهذا له سر وهذا له سر. ولكن ليس الحي كالحي، وليس الوجود كالوجود، وليس البصر كالبصر، وليس السمع كالسمع، واشبه ذلك. نعم، ليس كمثله شيء وهو السر سبحانه وتعالى. نعم نعم. الواقع الانتهاء والكوكب. نعم. الواقع الانتهاء والكوكب. مقابل البعيع. كما مثل على سنة مشتري. والكوكب كما مشتري الذي هو بعد الشمس ثري. اسم جامد. كما مثل نعم. كما الخامسة نعم. ثلاثة الخامسة يعني نعم. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، فالوجود هذا الموجود المعين لا يشاركه فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجود وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله جل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة يعني غلوا في النفي حتى عطوا صفات الله، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى نكروا الله في خلقه. كلاهما غلا. وأهل السنة والجماعة تكلموا من هذا الغلو، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على وجه اللئيق به، ونزه الله عما نزه نفسه عنه من مشابهة المخلوقات. نعم. الله أكبر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف منها أو ما يناسب عنها. كذا له أعلم. كم كل واحد مثل نعم. نعم. زادوا نعم يعني أثبتوا سمعا وبصرا وحياة، لكن زادوا قوله من أروي كانوا خلقا. فلو سلموا من هذا ووقفوا عند إثبات الصفات وأنه لا شبيه له سبحانه وتعالى ولا شريك له في ذلك لكان قوله صحيحا كما قال سبحانه وتعالى. لكنهم زادوا وغلوا حتى قالوا إنه شابه خلقه وأن هذا مثل هذا. هذه الزيادة هي التشبيه، والزيادة في حق المعطلة هي التشبيه. ولهذا قال السنة يجب الإثبات رحمه الله إثبات الصفات إثباتا بريئا من التشبيه والتمثيل، ويجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات تنزيها بريئا من التعطيل. لا هذا ولا هذا. نعم نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليل معاني الكلام بتعليل معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي
الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويسار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويسار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول من علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة والمقصود على كل بيان أن أسماء الرب عز وجل فاقتصاد لها أصول في بني هذه المعروفة، ولهذا عرفوا المعنى. السميع معروف عند بني آدم له السميع، العليم كذلك، بكير، قادر، رابع، باء، اليد، الوجه، تريد هذه الأصول معروفة. وإذا جاء بسم الله جل وعلا السميع العليم العزيز الحكيم ويرفع وجه ربك إلى جاء إليه الإكرام، ظهر للمخاطب هذه المعاني مما عرفه سابقا في ميراث العرب التي يخاطب بها قومه ويخاطبه بها قومه، وهكذا لغات اللغات الأخرى التي يتخاطبون بها، فمنها من هناك يعرفون هذه المعاني. ولكن لا يلزم أن تكون المعاني من جسد المعاني بكل الوجود، لكن يستفاد منها الأصل، أصل المعنى. ولا يلزم إذا قلت أن الذرة سميعة بصيرة تامة كذا كذا وأن الإنسان سميع بصير، لا يلزم من هذا أن يكون الإنسان شبيها بالذرة أو أن الذرة شبيهة بالإنسان، وهكذا أشبه ذلك. فإن أكثر التفاوت موجود حتى في المخلوقات، تفاوت عظيم بين الذرة وبين الإنسان وبين البعير وبين الذرة وأشبه ذلك. التفاوت الذي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين أعظم وأكبر، فلا يلتقي هذا مع هذا، بل بينهما دون عظيم. وإن كان أصل الاشتراك في المعاني معروف به عرف المعنى، فالسمع معروف في أصوات والبصر لنوع عيان، في هذا يراه المعنى. وأن الله سميع بصير معناه يسمع الأصوات ويرى الأشياء كما أن ابن آدم يسمع ويرى، ولكن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير. وهكذا سمع عليما والإنسان عليم، والله سمع عالم، الله جل وعلا قال أولي العلم العلماء، لكن ليس العليم كالعليم. وهكذا لعله إرادة إن جعل رسول الله في الله للآخرة إن شاء من السماء والسماء إلا إن شاء الله، هذا له في هذا المسيء، هذا هو إرادة له إرادة، معه معنى ما في معنى، لكن ليس إرادة الله فيها كل شيء، وهو طالع على كل شيء وفي إرادة المخلوق الضعيفة المحدودة. وهكذا بقية الصفات. نعم. وهذا الذي اشترى على الجهمية المعتزلة، وظنوا أن هذا قدر مشترك أن هذا الأصل في الذات لا يوجد التشبيه، فأبطلوا هذا ونفوا حتى عطلوا الله في صفاته حذرا من هذا التشبيه جامعه. وأولئك الجهلة الآخرون المشبهة ظنوا أن هذا الأصل المشترك هذا قدر مشترك يوجد التشبيه، فقالوا يدرك عزينا ويدرك وجوهنا ويدرك علومنا ويدرك أسمائنا، فوقعوا في التشبيه باطل. الذي أبطله الله بقوله يسر به شيء ولبس له كفر احد وفضل الله الامثال، هؤلاء عادوا عن الصواب في قلوبهم في الاثبات، وجعلوه واسلاهم عادوا عن الصواب في قلوبهم في التنزيل، فلا يصلح هؤلاء ولا هؤلاء. اما اهل السنه فزادوا بالتكفير وفازوا بالبلاء، فازت بقدر مشترك واسلم في الاصول، فله الرساله والتنزيل.
وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والفزل والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في نفسه، فإذا وجده